خيصل، عن مسألة، هل يجب عليك أن تعلم الزوجات الأولى عند زواجك بالثانية؟ هو ليس بشرط، ليس بشرط صحة في النكاح، لكن هذا من حسن العشرة، يعني من حسن العشرة بين الرجل والمرأة إذا أراد أن يتزوج عليها لسبب أو لغير سبب، لأن مسألة الزواج الزوجة الثانية هذه مسألة شرعها الله عز وجل، هذا دين، يعني أنا نتكلم في قانون، هذا دين، الزوجة الثانية الثالثة الرابعة هذا شريعة الله عز وجل. لكن نصيحتي، والله دائما نقول للإخوة نصيحتي، يعني لمن وجد في نفسه القدرة على ذلك أن يكون صريحا واضحا من البداية، لأن أنت لها أن تختار، ولأن تستدرك المسألة في أولها خير من أن تصعب عليك في وسطها. يعني في البداية لما تتكلم تقول لها في كذا وكذا وكذا، هي تقول لك آه أو لا، تختار أو لا تختار، هي قرارها لا يتوقف عليه شيء من قرارك أنت، أنت يعني لا يتوقف عليه شيء في أخذ قرارك، ولا يمنعك شرعا، لا يمنعك من هذا. لكن نقول هذا من حسن العشرة. وأنا أعرف بعض النساء هن من خطبن لأزواجهن، هي خطبت له، هي من خطبت له امرأة ثانية وزوجته. شيء آخر، يعني العاقل هو من لا يهدم بيتا قائما ببيت لا يدري أيقوم أم لا يقوم. يعني دائما الإنسان يفكر في مسألة الزواج، هو يعني ما تقوليش كده عايز زوجة تانية وخلاص. طب ليه أنت عايز زوجة تانية ليه؟ الشرع قال لنا في سبب، الشرع لم يقل لك هناك سبب، لكن أنت لماذا تريد أن تزوج امرأة ثانية؟ والله أنا المرأة الأولى هذه لا تريحني، امرأة كانت غلطتي ما اخترتش كويس في الأول. أنا لم أختار جيد في البداية، فأنا عايز بقى درست خدت أسس الاختيار، فأنا عايز أطبقها بقى من جديد. خدت بالك؟ أو المرأة هذه كان بها كذا أو عندها كذا أو ما إلى ذلك. فيعني الإنسان يحتاط في مثل هذه الحالة. أنا ما نقول بأن الإنسان يخالف الشريعة يحب يتزوج الثانية ونقول ما تتزوجهاش، هذا ما يقول به إنسان مسلم، يعني كائنا من كان، هذا كلام يعني نقول في كندا، نقول في أمريكا، نقول في مصر، في أي مكان، هذه شريعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن إحنا أنا هذه بتكلم على الشريعة غير القانون. طب في بلد القانون يمنع غصب عنك، ممنوع قانونيا، خلاص خلينا نتكلم يعني بصراحة ووضوح، أنت قانونيا ممنوع، يبقى ما تقع تحت طائلة القانون. لكن أتزوج اتزوج، ما حدش قال لك لا، ولا يستطيع إنسان أن يمنعك، لأن هذه شريعتك وهذا ما جوزه لك الشرع. لكن الإنسان كما قلت لك يبحث المسألة جيدا ودرسها جيدا، يعني إن كان له حاجة فبها، وإلا فيعني يقصر طرفه على من تحته فهي أولى، والله أعلم.